حلقة اليوم مليئة بالمفاجآت والأخبار. نشرة أخبار اليوتيوبرز من تقديم إياد. من بعد عملهم على التعاون الموسيقي اللي جمعهم تحت اسم إنسان مجنون، كشفت ياسمين تي في وريدر بآخر تحديث على إنستغرام أنهم يعملون على مفاجآت جديدة. وسألت ياسمين المتابعين سؤال غير متوقع، واللي كان هل بدكم أغنية جديدة؟ حيث تفاجأ المتابعين من هالسؤال، والإجابة كانت أغلبها بنعم، لأنهم أحبوا الأغنية الأولى اللي جمعتهم مع بعض والتفاعل كان جد رهيب عليها. أصدر اليوم وسام تيكت فيديو كليب أغنيته الجديدة بعنوان شروكو على يوتيوب، حيث حققت أكثر من نصف مليون مشاهدة في ساعات قليلة من إصدارها، حيث ظهر أعضاء فريق فافا نابولي بالفيديو كليب من بينهم طبنجة وماريانا غريب وبيسان. فبعد النجاح اللي حققه وسام بمسيرته كرابر، حاب يعبر عن شعوره بالوقت الحالي من بعد تخطيه لأهداف وأحلام كان يحلم فيها من زمان. فنشر هذا الستوري وكتب: فخور جدا، لما كنت صغير كنت بحلم اني صير رابر، حلم كان كوميديا لكل شي سمعوه، ما كان في حدا بيحترم هالفن ولا كان اله جمهور. لما بشوف جيل جديد معترف بهذا الفن ومتقبله بفرح، بتذكر قديه كانت الناس تضحك علي وعلى حلمي، وبنبسط كيف صنعت انا واصدقائي حول العالم ولو جزء من هاي الشهرة لهذا الفن بالعالم العربي. كشفت عزة زعرور بآخر ستوريهات لإلها على إنستغرام السر وراء المفاجأة اللي عم تعمل عليها هالأيام، واللي كانت مشاركتها بعالم التمثيل بمسلسل رح ينعرض قريبا، حيث بلش التصوير هالأيام. شو تتوقعوا حيكون دور عزة زعرور بالمسلسل؟ اكتبوا لنا رأيكم بخانة التعليقات. شو بتتوقعوا عم نصور؟ خلص رح احكي لكم، رح احط لكم خيارات. و صباح الخير يا حبيبه قلبي. سمر هي البروديوسر للشيء اللي عم نشتغل عليه. يعطيك العافيه عزه حبيبتي، كمان يعطيكم كلكم العافيه، نشتغل من كل قلب. فامبارح خلصنا كتير متاخر مثل ما شفتوا على الستوريز. من بعد 6 أشهر من عدم السفر، أخيرا سافرت نور ستارز، ووجهتها كانت هالمرة دبي، فرافقتها أختها بنين وأمها بهذه الرحلة. فمن بعد وصولهم لدبي بلشت نور تتفاعل أكثر على إنستغرام، فشاركت 3 بوستات بيوم واحد. الأول كان صورتين من فوتوشوت من دبي أطلت به بالستايل العربي، والثاني صورة من الأوتيل اللي مقيمة فيه حاليا. فبعد ما انتقلت نور ستارز لدبي مع عائلتها، شاركت بعد أيام قليلة خبر استقرارهم وعيشهم بدبي وتركهم لأمريكا، حيث ودعت نور ستارز يومياتها وأصدقائها وبيتها بأمريكا لتستقبل الحياة الجديدة واليوميات بدبي، حيث وعدت المتابعين بفيديوهات وتعاونات قوية مع عدد كبير من اليوتيوبرز بدبي. فاجأت أصالة متابعينها في آخر فلوج على قناة أنا صالة فاميلي بمفاجأة جديدة ما كانت بالحسبان، حيث كشفت أن الأغنية اللي حتنزل قريبا حتكون الأغنية الكاملة للمقطع اللي انعرض في فيديو حدث أنا صالة ببرج خليفة لمعرفة جنس الجنين، حيث كان أشهر مقطع بالأغنية طول ما احنا سوا. فبعد كل هالحماس أصدرت أصالة المالح أغنيتها الجديدة بعنوان طول ما احنا سوا، اللي حققت نجاح كتير كبير قبل إصدارها من بعد مشاركة مقطع قصير منها بفيديو حدث أنا صالة ببرج خليفة، حيث تداول المقطع رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كتير كبير قبل إصدار النسخة الكاملة منها. فحقق الفيديو كليب ما يقارب 9 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة فقط. فمن بعد مفاجأة أغنية أصالة، أعلن أحمد النشيط عن عمله لوثائقي وثق فيه كل كواليس اللي صارت قبل أكبر حفلة لمعرفة جنس الجنين ببرج خليفة وكيف كانت التحضيرات من الصفر، حيث وعد أحمد المتابعين أن الوثائقي حيكون بنفس جودة برامج نتفليكس.
أعلن إيمو مار عضو فريق نور مار السابق عن تركه للفريق نهائيا في الساعات القليلة الماضية، حيث عبر فاندوم الفريق المعروفين باسم الجلادين عن استيائهم وحزنهم بعد سماعهم لهذا الخبر، خاصة أنه إيمو كان جدا محبوب من طرف الجلادين، حيث تمكن من إبراز شخصيته العفوية واللطيفة والمرحة بالفريق. فبعد ما استقبل إيمو عدد كبير من الرسائل من طرف الجلادين اللي طلبوا منه فيها العودة للفريق، نشر ستوري وطلب منهم عدم إرسال رسائل من هذا النوع. تعرض جودي سكيت قبل أيام لحادث كتير خطير تسبب بكسر كتير كبير على مستوى الكتف اللي استدعى لإجراء عملية بشكل استعجالي، حيث طمن جودي متابعينه عبر ستوري انستغرام وحكى بالتفصيل عن الحادث والعملية اللي راح يخضع لها. من بعد 5 أشهر من العمل على كلمات وألحان أغنيتها الجديدة اللي راح تطلقها قريبا، ماريانا تستعد لإطلاق فيديو كليب بالأغنية على يوتيوب، حيث صرحت لنا بخبر حصري أنه الفيديو كليب راح يحمل قصة واقعية، من بعد ما صرحت أنه الأغنية حتكون رسالة لمتابعينها. وهون نكون وصلنا لنهاية نشرة اليوم، إن شاء الله تكون الأخبار عجبتكم. لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك مشان تشجعونا على تنزيل الأكثر، وتشتركوا كمان بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول. شكراً.